الحقيقه دي قصاد الوقاحه بتاعتك دي مفيش سلفه. وانا مش طالب سلفه، انا طالب تحقيق بقى بصراحه. كده عظيم مرزوق، امر اداري فورا بوقف الولد اللي اسمه حنيده ده عن العمل واحالته للتحقيق. مبسوط حضرتك؟ اتفضل بره بره. روح يا شيخ، ربنا يخرب بيتك، ربنا يسقطك في الانتخابات. امشي بره، ربنا يخلص مصر من امثالك. والحق مش عليك، عارف ما انت حرامي. هقول لك ايه، انا بقى هفرجك يا رسمي بيه. حرامي امشي، اشارك حراميه. انبسطتي بجد؟ مبروك على البحر على طول. سلميلي على بابي ومامي واختك سناء. ها تليفونات. برافو، انا مبسوط من شغلي قوي يا انسه حديده. جلال ابقى احطها معاكم في قوائم الانتخابات. تحت امرك يا سهير. ايه حبيبي، ايه انا مش مبسوط من شغلك خالص يا سهير. يا فندم بس مش كلام فارغ، تعالي ورايا. تعالى عوض تعالى. عصبي قوي مزود حنين، اصل شغله كتير ده غير انه نازل في خدمه للشعب. ربنا يكون في عونه، باين عليه انسان محترم قوي. نائب محترم ومحترم قوي قوي قوي. واللي يخلص له ياخد منه عليه. اتفضل يا مسالحي بيه. شكرا. اي خدمة تانية؟ لا ميرسي. مالك يا نسا عديلة؟ في حاجة مضايقاك هنا؟ لا ابدا يا فندم، مفيش حاجة. تبقي زعلانة مع خطيبك. مش عايز اعرف، ما تحكيليش حاجة، على طول تروحي تصالحيه. البنت مالهاش غير بيتها. ما هي دي المشكلة يا فندم، احنا مش لاقيين شقة. يا خسارة، لو كنت قلتيلي من يومين. ما انت ما بتتكلميش يا حبيبتي، لازم تتكلمي. كان في شقة تناسبك وبسعر معقول. صلح بيه، احنا ناس على قدنا وما حلتناش حاجة. ما تضايقيش نفسك، انت لو اتفرغتي للشركة وركزتي معايا مرتبك هيزيد وتقدري تجيبي شقة بالتقسيط. ايه ده ايه ده؟ انت متأكدة ان ما عندكيش مشاكل تانية؟ اتكلمي يا حبيبتي على زي اخوكي. طب بس خلاص خلاص خلاص، كفاية شغل كده النهاردة. لم حاجتك وتعالى اوصلك معايا في السكة، وبالمرة تحكي لي يمكن اقدر اساعدك. باين عليكي كلك مشاكل. قضية أداب؟ لا حول الله يا رب. وشرفك يا سعادة البيه، أنا مصدومة ما عملتش حاجة. أنا كنت قاعدة أنا وبخيت على البحر وفجأة. هتقولي لي بس ولا يهمك ولا تحملي هم، بكرة الصبح أبعت لك المحامي بتاعي يحضر معاك الجلسة. ربنا يخليك يا سعادة البيه، مش عارفة أشكرك إزاي. بس مش كان فارغ، عيب. أنا كده أحب أسند الناس اللي معايا، بعتبر كل الموظفين اللي عندي زي عيلتي بالظبط. ايه مصلح بيه؟ ازاي دي كانت فايته عن بالي؟ هي ايه؟ انت بنت حلال يا عديله. عندي شقه هنا كنت مديها لواحد صاحبي اتجوز فيها وسافر، كنت ناسيها خالص. خديها اهو، دي بقى تقدري تدفعي ثمنها براحتك. تحبي تشوفيها؟ دلوقتي بس الوقت متاخر، ما تخليها لبكره يا مصلح بيه. مفيش حاجه بتستنى، حلاوتها في حموتها. مش احسن من كده؟ جميله قوي، بس دي كبيره قوي قوي علينا يا ستي. بكره تخلفوا الاولاد يملوها. انا كده احب الناس بتوعي يتمتعوا. بس دي تلاقيها عايزه فلوس كتير قوي قوي. لا ما تحمليش هم الفلوس، ما تغلاش عليك. اللي بنا غيرت عن بكره. ميرسي يا مس الحبيبه. اعملك عدا بكره؟ لا استاذن بخيت الاول. بتحبيه؟ طبعا. يا بخته بيكي، ربنا يخليكوا لبعض. متشكره قوي يا مسلحي بيه.
تعالي افرجك على بيت شقيكم. عنده شقه حلوه زي دي اساعده ازاي؟ انت اتجننت؟ انا اللي اتجننت؟ هو غير ان الايام دي يعرف يصرف على بيته؟ لازم له راجل تاني يساعده. يا خيبتك يا عتيله يا خيبتك، ده انت بقى مش عايز لك سكرتيره يا اخويا، ده انت عايز حاجه تانيه. اه طبعا فهمتيها بقى. لا عايز حاجه تانيه. لا مش كده. بكيفك وبمزاجك، وفوق ده وده بقى عندك قضية أدب يا سكاكية ما حدش هيصدقك. صوتي صوتي يا حبيبتي. ايه؟ أقطعك؟ لا. آه! آه! امي ما هسيبك لو جابوا لك ليه. ده انا هعمل لك صينيه بطاطس واعزم عليك اصحابي. يلا بقى شد شعر شرشحين كل ودي. يلا تموتي مالك؟ انا الحق علي، الحق علي، مش عايزك تتعدي مني. تعدي تعيانه؟ عندك اسمه ايه ده؟ بوستيني ليه؟ ممكن تديني اسبوع واحد اتعالج واجيلك بنفسي. هو ده بيتعالج يا ماما؟ قالوا لي اني اخف. ربنا يسهل طريقك. الباب عند الجزمه والشنطه، الشنطه على الباب، مفتاح الشفونيره. يلا. انت زعلان مني؟ كفايه مرمطه يا ماما. انت مبسوط؟ ربنا يوفقك. يلا يلا يا ماما، ما تجيش بره. متشكرة. لا ما تجيش خالص يا جزا، بره. يلا يا ماما. تصبح على خير. هيجي منين الخير؟ بخير حلال يا مهندس. عديلة عايزة منوك. يا فندم. ايوه. امال فين شركة؟ زمانك يا فندم. اصل هي دايما كده تحب تتأخر، ما انت عارف بقى الستات ودلعها بقى. هجيب اي محامي من بره. مالها؟ مالها عديلة جات اهي. عديلة اهي. يا عديلة اتأخرت ليه؟ مواصلات. ما انت عارف يا بخيت المواصلات. جبت معاك محامي؟ انا افتكرتك انت اتصرفت. ايه مالك عديلة؟ انا اتبهدلت. اتبهدلت قوي من غيرك يا بخيت. طب بس ما تعطيش، ما تعطيش حبيبتي. ما تسيبنيش تاني يا بخيت. مش هسيبك. عمري ما هسيبك يعني. بتحبني بجد؟ الا بحبك. ده انا بموت فيك عليك. انا كمان بموت فيك. الله الله يا استاذ، يا استاذ. ايوه. ايه
مش مكفيكم البحر والرمله جايين تكملوا هنا؟ سياده القاضي، نحن ابرياء من هذه التهمه، براءه الذئب من دم ابن يعقوب. ان هذه الفتاه خطيبتي. ايوه بس انا مش شايف دبل في ايديكم. ما هو باعتبار ما سيكون. سياده الرئيس، حضرات المستشارين، نحن نطالب بالبراءه ولا شيء غير براءه. انظروا معي وحكموا ضمائركم الى هذه الفتاه، انظروا معي الى هذا الوجه الملائكي البريء. هل يمكن لهذا الوجه الملائكي ان يرتكب مثل هذه الفعل النكراء؟ انظروا. ملك صندوق، شوف يا جدع انت، انا هاجل لكم القضيه لحد ما تلاقوا محامي يترافع عنكم.